أهلين بالجميلين، كيف كان؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نعمل القراءة العامة لبرج العذراء. راح نشوف اليوم موضوع الصحة والعمل والأسرة وما هو عاطفي بشكل عام، وأكيد راح تنطبق القراءة هذه على الناس اللي بتوصلني طاقتكم بنسبة أكبر، وأكيد راح تنطبق بنسبة مختلفة على الموجودين. راح نبلش مع موضوع الصحة. يعني بصراحة عم شوفك يا برج العذراء يعني تعبانين، في منكم اللي تعبانين نفسيا وفي اللي تعبانين صحيا. خلينا نشوفه نفسر أكثر. شايفة يا برج العذراء إنه في منكم اللي عم يحس بالوحدة والشعور بالإحباط نتيجة لمجموعة من الضغوطات والأحداث الغير المتوقعة والمتراكمة لإله. كذلك في منكم اللي عم بيعاني من القلق والتوتر والإجهاد، بالرغم يعني من إنه عم ببين حاله قوي، يعني عم ببين نفسه قوي للناس. فشايفة منكم اللي عم بدور في الأشياء السلبية والتي لها تأثير سلبي على صحته. فأنت تحتاج إلى التركيز على الأشياء الإيجابية وأخذ عطلة للترويج عن نفسك وممارسة التأمل والاسترخاء. كذلك في منكم اللي مريض والورق بيقول لك إنه معركتك الأساسية هي مع مرضك الذي استهلك طاقتك، فأنت بحاجة إلى استجماع قوتك والمضي قدما. كذلك بعد الشر عليكم، يعني عم شوف يعني كأنه في حدا عنده شي مرض يعني مزمن، أو إصابة قديمة أو حاجة تخلص منها ورجعت له تاني. فيجب عليك في الحالة هذه أن تستجمع قوتك وتتوكل على الله العالي الشافي وتجذب الطاقة الإيجابية التي ستساعدك على الشفاء. كذلك في منكم اللي تعبانين من فراق شخص، يعني تعبانين وهم كأنهم عم بيحاربوا بشي موضوع قدموا فيه شغلات كتيرة، شي حدا تخلى عنهم، اختفى، تركهم بوقت ما كانوا متوقعين هالشي يصير. كذلك في منكم اللي حاملين مسؤولية مخليتهم من جوا تعبانين وحزينين، عم شوف في ألم الفراق موجود، وهذا الألم عم بيأثر على هدول الناس. فالورق بيقول لك خد بالك من صحتك لأنها أهم شيء بالنسبة لإلك، لأنها هي اللي راح تساعدك توصل للشي اللي بدك إياه. يعني فأنت لازم تروح عن روحك ولازم تاخدوا بالكم من صحتكم وتقلصوا شوية من التفكير الكثير. كذلك في منكم اللي عم يعمل استشفاء، استرخاء، أشياء حلوة بتساعد الإنسان إنه يحسن صحته ونفسيته. راح نمر لموضوع العمل. عم شوفك يا برج العذراء يعني عم تشتغل بجهد ومنشغل بجد، فأمورك العملية راح تكون في تحسن مستمر. كذلك في منكم اللي عم يدرس وملتزم بدراسته وعم يسعى للنجاح، ومنكم اللي محتاج إلى التعاون مع الآخرين لإكمال مشروعه أو دراسته أو مشروع دراسة، لأن المهارات المختلفة عندما تتجمع كفريق تكون أحسن لتحقيق نتيجة ناجحة. كذلك يا برج العذراء عم شوف في منكم اللي جايته رزقة أو مكافأة بالطريق، هي صغيرة يعني بس يعني مكافأة بالطريق قريبا على جهودك. فعم شوف منكم اللي عم يعمل تدريب مهني أو تدريب داخل في دراسة، فالأمور بشكل عام راح تكون طيبة.
كذلك في منكم اللي بيشتغل بجد بس ما عم بيحس بالتقدير على الأعمال الشاقة اللي بيعملها، سواء كان بالبيت أو بالشغل. فما عليك إلا بالصبر، وإن شاء الله الأمور راح تتحسن. فالأمور بشكل عام في العمل راح تتيسر لإلكم. كذلك عم شوف في منكم اللي بيعمل صنعة كفن أو خياطة، إدارة، يعني شغلة بيشتغل فيها، والأمور راح تزدهر. فعليك بالمثابرة والقيام بما تستطيع فعله الآن، والباقي على الله. كذلك في منكم اللي عم بيدور على شغل، فقريبا راح يتوفق إن شاء الله. أمور طيبة في العمل يا برج العذراء. فيما يخص الأسرة، فعم شوف في منكم اللي عنده شوية مشاكل بالأسرة، هيك خلافات، مشاكل بسيطة رح تتحل مع الوقت وفي القريب العاجل. كذلك عم شوف في خصومات يعني وعلاقات تكسرت نتيجة مواقف صارت. شايفاكم تعرضتوا لصدمات قاسية داخل الأسرة، منكم اللي وصلوا يعني للطلاق، في اللي عندهم مشاكل بالحمل يعني، وهذا الموضوع تبع الحمل عملهم مشكلة. كذلك عم شوف في عندكم بداية جديدة، أو إذا كان مشاكل بالعيلة بالعلاقات فهناك تحسن للعلاقات وازدهار. فهذه البداية الجديدة سواء كانت مع الأهل أو الأقارب أو مع الشريك، لأننا نتكلم عن الأسرة. فشايفة إنه راح تتصلح علاقتك بالأسرة وراح تصير أكثر تناغم. كذلك في منكم اللي عم شوفه مشتاق للعيلة أو الأسرة، لأني شايفاه بعيد. شايفة الشخص هذا بعيد، يعني ممكن يكون في بلد تاني عم يدرس عم يشتغل يعني، أو مع العيلة في مكان تاني. عم شوفه تعود على الوضع، وعم بيحاكي عيلته، عم بيحاكيها بحب وماد لإلهم كاس الحب. فالأمور راح تتيسر يا برج العذراء إن شاء الله تعالى، وراح تمشي الأمور مثل ما بدك يا برج العذراء في العواطف والأحاسيس والمشاعر. فنجيكم كارت دو وولد، أمور طيبة فيما يخص الأسرة والعلاقات بهذا الشغلة. أما فيما يخص العلاقات فراح نحكي. أول شيء راح أعطي نظرة بشكل سريع. فبشكل عام عم شوف في زواج، طلعت لكم ورقة الزواج، ورقة الأسرة، السعادة، زواج، توأم الروح. في نجاح، بداية جديدة. كذلك في عودة، ممكن يكون شخص من الماضي أو بداية جديدة. فرح نفسر هذه الشغلات هذه شوية شوي حسب الحالة وحسب الشيء اللي ظاهر عندنا. كذلك حسب الوقت، فبشوفك يا برج العذراء إنسان روحاني، طالع لك ثلاثة أوراق، إنسان روحاني جدا، وعم تعمل أعمال روحانية، وعم تفكر في شخص كثير، والشخص هذا عم شوفه متواصل معك بالروح. عم الشخص هذا شايفاه زعلان وغضبان، وقلقان، وبيفكر فيك يعني بالليل. وفي منكم اللي حاسس انه الحبيب غضبان ورايد تكلمه، والشخص هذا صراحة
هو متواصل معك وبيراقبك كثير ومهتم بك كذلك، فشايفاك بتراقبه كثير ومهتم بيه، فممكن يكون هو غضبان منك أو متباعد عنك، وممكن يكون يعني اختفى بشكل مفاجئ وأنهى العلاقة بسبب ما. فهو كأنه مختفي ولكن هو عم بفكر فيك، يعني كأنه مش يعني كأنه اختفى ولكن هو بفكر فيك وزعلان عليك. هو زعلان عليك يا برج العذراء، زعلان عليك. شايفاك لوحدك متواصل يا برج العذراء روحيا مع الحبيب، شايفاك كذلك مشغول، في منكم اللي بيعمل استشفاء وفي اللي بيعمل عملية جذب مع الحبيب، والأغرب إنه في منكم اللي على علاقة بشخص جديد لكن بعده بيراقب الحبيب القديم وبيحبه وبيفكر فيه. فشايفك يا برج العذراء حاليا لوحدك يعني، أو منفصل عن حد يعني بتحبه، ولكن عايش حياتك رغم كل شي صار. في منكم اللي عامل له بلوك على السوشيال ميديا، ومع ذلك فالحبيب بيراقبك وانت بيراقبه. في منكم اللي عنده تعلق، فشايفك يا برج العذراء حاليا بتتواصل بالروح مع الحبيب. فمنكم اللي يعني كذلك، في منكم اللي في علاقة ثلاثية يعني منفصل عن الحبيب، ولكن شايف الحبيب يعني زعلان عليك وفاقد الأمل، وحاسس إنه أنت خلاص تجاوزته وبديت علاقة جديدة، وفي منكم فعلا اللي عنده علاقة يعني جديدة ولكن بعده مهتم بالحبيب، لأنكم حاسين إنه توأم الروح بتحبوه كتير، عم تحسوا إنه توأم الروح وطالع عندكم توأم الروح، لأن الأوراق هذه تيجي مجتمعة مش معقول. فأكثر برج مبين عندي هون برج الجوزاء بنسبة يعني بنسبة كبيرة، ميزان قالوا، واحنا ماشيين واحنا راح نقول الابراج اللي راح تبين معنا. وخلينا نشوف طاقتك يا برج العذراء. شايفاك يا برج العذراء يعني واخد موقف وقافل كل شيء، يعني كأنك مختفي او عم تخبي مشاعرك، لاني شايفاك يعني بتحب الحبيب وده شيء واضح عندي. عم تخبي مشاعرك الحقيقية عن الحبيب، ممكن عشان ما يعرف انك مهتم بيك وبعدك بتحبه او بعدك في عندك مشاعر لإله، او انك قافل عليه عامل بلوك مختفي، يعني خليت كل شي وراك، يعني بدك وقت عشان تاخد قرار يعني، او بعدك متردد حول القرار هذا، أو حتى من خلال كثرة الجدال والخصومات قررت تاخد فترة أو تختفي بعد الشي اللي صار. فشايفك يا برج العذراء يعني واخد موقف يعني وقافل، في منكم اللي واخد موقف من علاقة ثلاثية يعني، كذلك في اللي متزوج يعني ومكتشف خيانة أو علاقة ثلاثية، بس إن شاء الله راح يكون خير. بس شايفاك بعدك عم تحب الحبيب يا برج العذراء ومهتم فيه، كذلك في منكم اللي مهتم بحاله كتير. إن شاء الله خير. ففي منكم يا برج العذراء اللي عنده عقد زواج أو خطوبة، وهذا الشي عندي مؤكد، جيته بالطريق أو ممكن تكون تعرضت عليه أو انخطب، لأني شايفاك يا برج العذراء بدك تستقر وتعمل عيلة مع الشخص اللي بتحبه،
كذلك شايفة في تواصل روحي، في عندكم تواصل روحي بينك وبين الحبيب، كذلك في منكم اللي متطلقين ومروا بتجربة قاسية أو منفصلين، يعني في عندي منفصلين كثير، طاقات كثيرة. فشايفة يعني إنه في منفصلين أو متطلقين مروا بتجربة وبخيبة أمل وبظروف صعبة خلتهم أكثر قوة في تعاملهم، حتى وإنتوا يعني من جوا كتير عاطفيين وحساسين، شايفاكم عم تتواصلوا مع رفيق الروح بس عم تبينوا حالكم أقوى. رغم هالشي يعني شايفاكم بدكم ترجعوا للحبيب ورفيق الروح، لأنه بالنسبة لإلكم السول ميت، فعندكم بداية جديدة، بداية جديدة مليئة بالأحداث السعيدة وأكثر اتزانا. فممكن يعني الشخص هذا اللي عندك معه بداية جديدة تحس إنه السول ميت، أو ممكن يكون هو نفسه الشخص الحبيب، لأنه طالع عندي السول ميت. خلينا نشوفه، إنه طالع عندي السول ميت. الشخص هذا إذا كان شخص جديد فراح تحس كأنه راح تحبه من أول نظرة، وراح تحس إنه السول ميت، وممكن يكون هو نفسه الحبيب لأنه طالع عندي سول ميت. انتوا بتشوفوا يعني مش معقول يعني الأوراق تجي بالشكل هذا، كل هاد الأوراق الحلوة تطلع لإلكم هيك. أو ممكن تكون بداية جديدة مع شخص من الماضي، كذلك منكم اللي برجح إنه راح تكون عنده بداية جديدة مع شخص راح تحبوه، وراح تحسوا إنه السول ميت تبعكم. كذلك ممكن يكون يعني رجوع لشخص من الماضي من خلال التجديد في العلاقة والتخلي عن الأخطاء الماضية، فممكن يكون يعني شي زواج أو خطبة، حمل للمتزوجين. فالورقة هذه يعني تشير إلى الأخبار السعيدة، كذلك كما أنها تخبرك أن الوقت هذا مناسب لبدء صداقات جديدة والخروج والتواصل. أما إذا كان الشخص عازب أو منفصل فهو فال جيد لإلون، يعني في علاقات جاية بطريقكم، علاقات جديدة. كذلك عم شوف في اختلاف بينك وبين الحبيب، يعني فممكن يكون يعني اختلافات هيك بالصفات، بالعادات التقاليد، يعني ممكن تكونوا من بلد مختلفة. فالحبيب شايفاه يعني كتير زعلان، شايف الحبيب يعني زعلان على الشي اللي صار. فهو بيشوفك انه انت رفيق الروح يعني والشخص المناسب ليه. فاما انت يعني في منكم اللي تعود على الفراق واللي عم يعمل جذب للحبيب، او حتى ممكن يكون شي شغلة فيها سحر. خلينا نشوف. وممكن يكون شي حدا مدخل روحه في هاي الشغلات، لأني عم شوفك السولميت، يعني انتو سولميت مع بعضكم. ففي منكم يعني دي عنده عم بيعمل هيك تقييم للشي اللي صار، أو في قضية صايرة بيناتكم. ممكن يكون يعني هذا الفراق صار بسبب، أو الطلاق صار بسبب علاقة ثلاثية، شي طرف ثالث تدخل، أو الحبيب، شي حدا فيكم خان التاني. كذلك عم شوف في تعلق، يعني في علاقة ثلاثية بالموضوع وفي تعلق شديد، وعم شوف في مراقبة شديدة، عم تراقب يا برج العذراء الحبيب، والحبيب كمان يعني عم بيراقبك، عم شوفكم متعلقين في بعض.
يعني بطريقة، في منكم اللي وصلت لأنه متعلق بطريقة مرضية، وهالشي عم يخلق لبعضكم مشاكل. بس عم شوف يعني في شخص من الماضي، يعني في ذكريات، في ذكريات بيناتكم، بس عم شوف الشخص هذا نيته حسنة، يعني الشخص هذا كذلك بيكنن لك مشاعر. يعني في منكم اللي عنده عودة شخص من الماضي، والشخص هذا بعده عم بفكر شو راح يعمل بالعلاقة هذه، ممكن تكون علاقة ولاتية، عم بفكر بالأطراف هذو، وبعد ما اتخذ قرار هو حاليا بطاقة الانتظار، فعم يحاول يمسك زمام الأمور. عشان يتخذ القرار يعني الصحيح ويكون مع الشخص اللي بيحبه، لكني شايفاه زعلان، يعني في شي صار، يعني في خيبة أمل، خيانة، شي شغلة صارت بيناتكم. بس بعدي بشوف الحبيب يعني بعده مقدم كأس الحب، ولكن هو متردد وعم شوفه تعبان، فممكن يكون يعني في طلاق صار كذلك من منكم، انفصال كذلك. عم شوف في عنده مشاكل كثيرة، بس في منكم اللي عنده زواج بالأخير. إن شاء الله خير يا برج العذراء، لأني بشوف في حدا عنده كذلك طلب زواج أو خطوبة، يعني من شخص من طاقة ترابية، ممكن يكون ثور أو جدي، يعني أو يعني عذراء مثلك. ممكن هو الشخص هذا عنده مركز جميل يعني وعنيد صفاته، لكني برجح يكون برجه جدي، لذلك هو حدا متعلق بأهله. بس ما بحسك مبسوط بالعقد هذا، فالعقد هذا يعني علاقة جدية، ولكني عم حسك مش مبسوط بالعقد، كأنك حاسس إنك مخدول على الصعيد العاطفي، عم تفكر تنتقل يعني العمل جديد، ففي تغيرات عندك على الصعيد العملي والعاطفي يا برج العذراء. طالع عندي كذلك في عودة من الماضي، يعني لشخص من برج العذراء، لا برج الجدي، فممكن الشخص هذا يعني يرجع، يعني طاقة ترابية هي الطاغية على القراءة، مش على القراءة كلها بس على الشغلة هذه، راح يفصح عن مشاعره ويطلب عقد زواج. كذلك في منكم اللي واقفين على الطلاق، يعني ولكني بشوفكم صرتوا الشي اللي صار خلاكم أقوى وأكثر حكمة، خصوصا إنكم أوفياء وكنتوا بتحبوا الشخص هذا وحنونين ولطيفين ومخلصين، فشايفاكم لسه عم تفكروا بالحبيب وبدكم ترجعوا، لأن الشخص هذا بالنسبة لإلكم هو السول ميت. ففي عندكم يا إذا كنتم متطلقين بداية جديدة، فممكن تكون مع شخص جديد راح تحسوا إنه السول ميت، أو ممكن يكون هو نفس الشخص أو شخص من الماضي، لأنه مش معقول تحس بهالإحساس طالع لك سول ميت. كذلك شايفك يا برج العذراء في حاجة يعني أنت نفسك تعملها ورايد توصل لأحلامك، لكني شايفك مشغول يعني بشغلات كثيرة في حياتك، وهذا الشي مخليك تفكر انك صعب توصل للشي اللي بدك اياه، فممكن يكون يعني الشي هذا عم تحسه لانه ما في عندك استقرار مادي، خصوصا انك يا برج العذراء يعني شخص رومانسي وفي نفس الوقت بتحب الفلوس، بتحب الاستقرار المادي، شايفاك كأنك في صراع ومش عارف توفق ما بين الحاجات، ما بين حاجات كثيرة عندك يعني عم تفكر فيها. منهم ممكن يكون يعني شخص مهتم به كثير وانت منجذب له كثير، او شخص يعني ما بتكلموش بعض حاليا وانت عايز تصالحه،
ولكني شايف الحبيب انه فاقد الامل يعني في العلاقة، هو يعني شايفاه حزين على الشي اللي صار عليك، فممكن يكون تسرع وقفل عليك او عمل لك بلوك او اختفى فجأة او تخاصمته، فانتو ادرى بالشي اللي صار. كذلك يعني ممكن يا برج العذراء تكون يعني انت متزوج يعني ومش قادر ترتبط بيه، الشخص اللي بتحبه وهو اللي مرتبط، ولكني شايفاك يا برج العذراء بتحب الشخص هذا، فانت لازم تنظم طاقتك وتعمل توازن. كذلك في ابراج طالعة عندي، سرطان، عقرب، حوت، في منكم اللي بيعمل توازن واللي منكم عم يتخذ قرار، خصوصا انه فعلا في اللي مرتبط منكم يا برج العذراء متزوج وبيفكر شنو يعمل ما بين الحب والزواج، وعم بيحاول يتخذ قرار في الموضوع هذا، لاني عم شوف الحبيب متواصل معك وبيراقبك وانت كذلك بتراقبه، ولكني شايفاك متردد يا برج العذراء. ولكني شايف الشخص هذا يعني بده يجي يعني لعندك يقول لك شي، بده يبعث لك رسالة، يعني هو عنده رغبة يساوي هالشي بس يعني عم بفكر. فشايف الشخص هذا شخص شجاع حازم يعني غير صبور، عم شوفه يعني طموح. في منكم اللي الحبيب تبعه متمرد شوي جريء، في منكم اللي راح يوصلوا اقتراح زواج، لانه طالع عندي بطاقة الزواج وهالشي مأكد، وبتمنى تكتبولي بالتعليقات او خطوبة. وفي منكم اللي انخطب او عنده زواج قريب، في منكم كذلك اللي راح يتواصل معه برج الثور خلال الفترة هذه، وراح يقول له، راح يسمع كلام جميل ما كان متوقعه من برج الثور. كذلك في منكم اللي عنده انتقال من بيت، عنده انتقال لبيت جديد، وشايفة منكم اللي عم يصرف كتير يعني الفترة هذه، فلازم تنتبه على مصروفك يا برج العذراء. فبغض النظر انك يا برج العذراء عم تخبي مشاعرك سواء للحبيب او عمل له بلوك او مختفي او هو اللي عمل لك الشي، وانت يعني شايفاك عم بتحبه، اللي شايفاه بعده عم بيتواصل معك يعني روحيا، و لاني شايفاك مهتم يعني بنفسك وعم ترتب امورك الشخصية والعائلية، وفي منكم اللي عم بفكر يعني في حل في العلاقة الثلاثية، وتعبان بسبب علاقة ارهقته، لاني عم شوف في ذكريات، في شغلات من الماضي بعدك قابع فيها، في ناس عندهم تعلق بشخص يعني كتير. فنصيحتك يا برج العذراء انك تهتم بحالك وبصحتك وبحياتك الاجتماعية، وتاخد وقت لتعمل توازن لطاقتك ولحياتك، وتحمد الله وتشكره وتمتن لما لديك، وتطلب المساعدة من الله تعالى العالي الكافي في اي موقف كنت فيه، حتى اذا كنت في مفترق الطرق فاعمل الشي اللي بتشوفه مناسب وهالشي كافي.